أحمد، من هي الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات والتي تشكل هذه اللجنة؟ وأيضا ما المتوقع، ما الذي قد تحققه أيضا هذه الاجتماعات؟ بالفعل قبل قليل بدأ اجتماع اللجنة الليبية الاقتصادية، هذه اللجنة التي من المقرر أن تعمل على مدار يومين في القاهرة من أجل تشكيل هيئة تتولى إحداث موائمة في السياسات المالية والاقتصادية، والهدف الأساسي من ذلك كله هو إحداث يعني توحيد للمؤسسات الليبية الاقتصادية. هذه اللجنة تعمل وفق ما تم الاتفاق عليه من مقررات في مؤتمر برلين الشهر الماضي، ويعني هناك مقترح مقدم من أحد الأعضاء داخل هذه اللجنة وأحد الخبراء داخل هذه اللجنة الاقتصادية التي تعقد أعمالها في القاهرة، يعني بأن يكون هناك مستويان للجنة. المستوى الأول يتمثل في وجود أمانة تتولى وضع يعني سياسات وتتولى وضع خطط للعمل عليها، والمستوى الثاني أن يكون هناك مجلس استشاري يتولى اعتماد هذه التوصيات ويعني إدخالها حيز التنفيذ، ويعني الهدف من ذلك كله هو ما يتم العمل عليه خلال اليومين الحاليين من مناقشة لموضوعين أساسيين هما إعادة إعمار ليبيا وتوزيع الثروة توزيعا عادلا، وهذين المحورين يعني سيمثلان النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها بين كافة الأطراف المجتمعة، والتي تم مراعاة يعني أن تكون هذه اللجنة معبرة عن كافة الأطياف الليبية لضمان أن تؤدي عملها بشكل جيد وأن تنجح في المهمة الموكلة إليها. ويعني هناك اتفاق دولي على تذليل كافة العقبات أمام هذه اللجنة لتنجح في يعني تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الليبي نحو توزيع عادل للثروة، ومن ثم تحقيق استقرار دائم في داخل الأراضي الليبية، وهو ما تعمل عليه أيضا مصر المستضيفة لهذه الاجتماعات، حيث كان هناك اجتماع صباح اليوم مع أنطونيو غوتيريش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش معه مستجدات الأوضاع في ليبيا وضرورة التحرك وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين. شكرا أحمد مصطفى، مراسل غد، كنت معنا من القاهرة.